عبارة عن مجزوم، يعني من تدخل عليه أداة الجزم، ركزي هنا. راح نتكلم أول شيء على أدوات الشرط الجازمة أو أركان جملة أسلوب الشرط، إن هي تتكون لي أركان جملة أو جملة أسلوب الشرط إن هي راح تتكون. أدي أول شيء راح ناخذ من أدوات الشرط، منين آخذها؟ من أولا الفقرة الأولى اللي هي أدوات الشرط. أدوات الشرط راح تتقسم إلى قسمين. أدوات الشرط راح تتقسم إلى قسمين. الأولى هي حرفاء الشرط. الأولى حرفاء الشرط. لازم نعرف ونحفظ ونفهم حروف الشرط حتى أميزها عن الشطر الثاني من الأدوات اللي هي أسماء الشرط. حرفاء الشرط عندي إن وإذما. إن وإذما. إن وإذما حرفاء شرط لا محل لها من الإعراب، وليس لها ولا تحتوي على معنى. أوكي، ما لها محل من الإعراب ولا تحتوي على معنى. هذه منو؟ لازم أني أنا من قاعد أتحدث على إن وإذما. إن وإذما لازم نفهمها، نحفظ هذه ومن ثم هذه ومن ثم الأسماء حتى أقدر أميز، لأنه راح يجيني سؤال يعطيني مثلا أداة وتعالي أنت قومي الجملة، فلازم أعرف إنه هذا حرف وهذا حرف لا محل لها من الإعراب ولا تحتوي على معنى معين. على سبيل المثال، إن تفعل خيرا تجزي به. إن تفعل خيرا تجزي به. والأركان جملة الشرط. زين، أنا هسه على شنو نوهت؟ على حرف الشرط. وين حرف الشرط عندي؟ أحسنتم، إن حرف شرط جازم لا محل له من الإعراب. حرف شرط جازم لا محل له من الإعراب. الجملة الشرطية لابد أن تتكون من فعلين، الفعل الأول والفعل الثاني، الفعل المضارع ماما، الفعل المضارع، وبعد شوي راح ناخذ الفعل الماضي. الفعل الأول مرتبط مباشرة بأدوات الشرط، يعني عندي مو هذا حرف شرط أو اسم شرط، مباشرة وين يجيني؟ الفعل الأول. إذا وين الفعل الأول؟ أحسنتي، تفعل فعل شرط. أروح أدور بالجملة على الفعل الثاني حتى يتم معنى الجملة، حتى يصبح عندي جواب الشرط، لأن أنا عندي إن حرف شرط جازم لا محل له من الإعراب، وعندي تفعل فعل الشرط. وين الفعل الثاني؟ أحسنت، يجزي، اللي هو جواب الشرط. تمام؟ إذا أصبحت الجملة مكونة تكوين تام من أركان جملة الشرط. شلون أنا عرفت؟ ستعرفت، لأنه إن هي أداة الشرط. وين الفعل الثاني؟ أو عفوا الفعل الركن الثاني تفعل اللي هو فعل الشرط. وين الركن الثالث؟ هي يعني جواب الشرط، إن تفعل خيرا تجزي به. طبعا بالمناسبة من الناحية الإعرابية إذا أردنا نعربها، إن حرف شرط جازم لا محل له من الإعراب، لا محل له من الإعراب. تفعل فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون لأنه صحيح الآخر ونوهنا قبل قليل، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت تفعل، خيرا طبعا مفعول به. يجزب عندي جواب الشرط، فعل مضارع مجزوم علامة جزمه السكون. غلط، عفية، مع علامة جزمه حذف حرف العلة منه الألف. ليش؟ لأن سيت أكو فتحة ودلالة الفتحة أن هنالك الألف محذوفة. ممتاز. إذن الجملة الثانية، إذ ما تفعل شرا تندم. مثلا سؤال، هل هنالك جملة شرطية تامة؟ نعم هنالك جملة. مما؟ إذ ما حرف شرط جازم، حرف الشرط تل عليه، تفعل فعل الشرط. أحسنتم، جواب الشرط.
فعل مضارع مجزوم علامة جزمي سكون، دلالة السكون أن الفعل نهايته صحيح الآخر. إذا أصبحت عندي إذ ما تفعل شرًا تندم، إذ ما حرف شرط وفعل الشرط وجواب الشرط، أركان جملة أسلوب الشرط تامة المعنى. هنا هذا الجزء الأول. إذا من أول شيء حرفاء الشرط، أنا عندي إن وعندي إذ ما، إن وإذ ما هن اثنين حرفين لا محل لها من الإعراب ولا تحتوي على معنى معين، تمام؟ وهذه الأمثلة. راح ناخذ ثانيا أسماء الشرط. لكل اسم من الأسماء اللي راح ندرسها هسه إلها معنى معين خاص بيها. طبعا بالمناسبة احنا بالثالث متوسط عندنا بس المعنى، ما عندي الناحية الإعرابية إن شاء الله بالسنة المقبلة بالإعداد راح ناخذ الإعراب. من هنا من هو اسم شرط جازم لكنهما للعاقل، اسم شرط جازم المن لازم نعرف للعاقل هو من العاقل. أحسنتم، إحنا الإنسان كان ذكر كان أنثى. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم في محكم كتابه العزيز، من يتق الله يجعل له مخرجا، من يتق الله يجعل له مخرجا. إذا أريد أسأل عن أركان جملة أسلوب الشرط موجودة؟ نعم موجودة. وين؟ من؟ أحسنتي، من أداة أو اسم شرط. شوفي من أداة أصبحت عندي الاسم، لأن من بالعاقل فأصبح عندي اسم شرط جازم للعاقل. يتقي أحسنتم هو فعل الشرط، ويجعل هو جواب الشرط. من اسم شرط جازم، المن يفيد الدلالة، دلالة العاقل. هو من يتق الله؟ الإنسان كان ذكر كان أنثى. من يتق الله يجعل له مخرجا. الركن الأول موجود، يتقي فعل الشرط يجعل جواب الشرط. ما ومهما، ثانية ما ومهما أسماء شرط جازمة لغير العاقل. لغير العاقل يعني من غير العاقل؟ الجمال. على سبيل المثال، ما تقرأ من كتاب يغذي فكرك؟ ما تقرأ من كتاب. إذا ما اسم، اسم ركزي، اسم شرط جازم، اسم شرط جازم. المن يفيد؟ يفيد لغير العاقل او دلالة المن لغير العاقل. تقرأ اللي هو فعل الشرط، يغذي احسنتم جواب الشرط. احنا كل ما نسلسل الاسماء لازم ناخذ الاول اللي هو من العاقل، وبعدين حفظتها انا وفهمتها ويعني اطلعت عليها اطلاع تام من المعنى والفهم. يلا ادخل بالنقطة الثانية اللي هي ما ومهما، لانه ما مثل ما قلت لكم راح تجيني اسئلة، اسئلة مثلا جملة، كوني لجملة لما للعاقل، من للعاقل، او ما او مهما لغير العاقل، فلازم اني افهم انه من المن تجيني للعاقل، ما المن تجيني لغير العاقل، مهما لغير العاقل، انه اذ ما حرفا شرط جازمة لا تحتوي على معنى معين من الإعراب وليس لها معنى معين من الإعراب. مهما تحصد من خير تحصد مثله. مهما اسم شرط جازم أحسنتم لغير العاقل، تحصد فعل الشرط، تحصد الثانية جواب الشرط. ثالثا متى وإيانا، اسمين شرط يفيدان معنى ظرف الزمان. متى وإيانا، خلينا نحفظهم، نباوع عليهم حتى نحفظهم. متى وإيانا، المن تفيد؟ تفيد الزمان. متى تجتهد تجد خيرا. وين الركن الأول؟ نعم متى، عندي متى اسم شرط جازم،
إذن أين اسم شرط جازم يقع؟ هو فعل الشرط، فاضبطه هو جواب الشرط. اثنين، أنا تسافر تجد أصحابا، يعني أي مكان راح نسافر راح نلقى أصحاب. أنا تسافر تجد أصحابا، أنا اسم شرط جازم لمن أفاد؟ المكان. تسافر فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ تجد. أينما حللت فكن معتدلا، أينما حللت فكن معتدلا. أينما أحسنتم، اسم شرط جازم لمن أفاد؟ للمكان. حلل فعل الشرط، أين جواب الشرط؟ فكن جواب الشرط. حيثما يذهب المخلص، حيثما يذهب المخلص يحترمه الناس، حيثما يذهب المخلص يحترمه الناس. أين اسم الشرط؟ حيثما، لمن أفاد؟ للمكان. يذهب هو فعل الشرط، يحترمه هو جواب الشرط. إذا أين، أن، أينما، حيثما أسماء شرط أفادت معنى المكان. راح نجي على الرقم 5، كيفما. كيفما اسم شرط جازم يفيد بمعنى يعني الحال، أي بمعنى على أي حال، بمعنى على أي حال. انتبهوا يا جملة، كيفما تستقيم في حياتك يستقم أبناؤك. كيفما تستقم، عفوا تستقم، كيفما تستقم في حياتك يستقم أبناؤك. كيفما اسم شرط جازم بمعنى على أي حال، اسم شرط جازم. تستقيم هو فعل الشرط، يستقيم اللي هو جواب الشرط. كيفما اسم شرط جازم بمعنى على أي حال، على أي حال. كيفما تستقم في حياتك يستقم أبنائك. ستة هنا عندي أي، ماما شوية أي مختلفة، أي بيها شوية اختلاف، شلون؟ أي هو اسم شرط جازم، شوية احنا نركز على رقم 6 اللي هي أي، اسم شرط جازم مو مهم المعنى، اسم شرط جازم مو مهم المعنى، يعني أنا ما أعرف إن من أفاد. إيش وقت أعرف إن من؟ لما أبارع على اللي بعدها، أي. إذا كان المضاف، شوي خلينا نركز، إذا كان المضاف اللي بعد أي، بحسب المضاف إليه بعدها، إذا كان المضاف للعاقل فهي لمن أفادت؟ للعاقل. إذا كان لغير العاقل فهي لمن أفادت؟ لغير العاقل، يعني أنا ما أقدر أباوع على أي وأقول لمن أفادت، ليش؟ لازم أباوع للمضاف اللي بعده، اللي بعده يعتبر المضاف إليه. اللي بعده إذا كان عاقل دلالة للعاقل فهي إما المضافة للعاقل، نقول أفادت العاقل، وإذا لغير العاقل فنقول أفادت لغير العاقل. خلونا نطبق على الأمثلة. أي إنسان، أي إنسان تراه فاحترمه. وين أحسنتي المضاف إنسان؟ يمكن أنا بداية المحاضرة قلت إنه فعل الشرط يأتي مباشرة بعد أداة الشرط، إلا أي، يجينا المضاف ومن ثم فعل الشرط. إذا أي إنسان تراه فاحترم، أي أداة الشرط أو اسم شرط جازم لمن أفادت؟ أحسنتم، لغيره، للعاقل. ليش للعاقل؟ لأن إنسان، شوف المادة المضاف مالتها إنسان، فهذا يعتبر يا ماما مو فعل، يعتبر المضاف. ليش المضاف؟ لأن عندي أي حتى تنطيني دلالة الإفادة مالتي، ترى فعل الشرط فأحترم هو جواب الشرط. إذا أي اسم شرط جازم لمن؟ للعاقل. ليش للعاقل؟ عبارة عن مضاف، هذا أي وهذا المضاف، المضاف مالتي ايش فيه؟ إنسان. هذا ما أقول عليه فعل الشر نهائياً، هذا أقول مضاف إليه. وين مالتي؟ تراه فعل الشر.
وين جواب الشرط؟ فاحترمه. جواب الشرط. هذه في حال إذا كان للعقد. خلونا نطبق الجملة الثانية في غير العاقل. يكون بمعنى غير العاقل إذا كان المضاف إليه يدل على غير العاقل. يعني شلون؟ إلى أي مدينة، إلى أي مدينة تذهب تجد أصحابا؟ من أفادت أي؟ لغير العاقل. ليش؟ لأن مدينة عندي هي غير العاقل، وعندي تذهب هو فعل الشرط، وعندي تجد اللي هو جواب الشرط. إذا أي هي اسم شرط جازم مبهم المعنى، لا يتم إيضاح المعنى إلا بحسب المضاف إليه. إذا كان المضاف إليه إماما للعاقل فهي دلالة على العاقل، وإذا كان غير العاقل فيدل على غير العاقل. تحدثنا قبل قليل على أركان أو أدوات الشرط الجازمة اللي هي تتضمن لي من الحروف والأسماء. كل حروف هي حرفين إنه أسماء والباقي أسماء. الركن الثاني راح نتحدث عنه اللي هو فعل الشرط اللي يأتي بعده أداة الشرط مباشرة. يأتي بعد أداة الشرط مباشرة وما ننسى أي المضاف إليها اللي يحدد لي إنه هي مضافة إلى العقل أو غير العقل، ومن ثم فعل الشرط. فعل الشرط راح يكون عندي له صورتين. يأتي بعد أداة الشرط مباشرة. فعل الشرط المضارع يكون فعل الشرط مضارع مجزوم، فعل الشرط مضارع مجزوم. مثلاً إن تأتي أكون كأن أداة شرط، أو ما نقول أداة، شو نقول عليه؟ حرف شرط جازم. حرف شرط جازم لا محل له من الإعراب. تأتيني فعل مضارع مجزوم بمن مجزوم بحذف حرف العلة، بحذف حرف العلة الياء، وهو فعل الشرط. والفاعل ضمير مستتر تقديره أنت تأتيني. النون للوقاية، والياء والنون، والياء ضمير متصل مبني في محل نصب مفعول به. هذا إذا كان في حالة الفعل اللي الفعل المعطى بها الجملة هو فعل مضارع. إذا كان فعل الشرط مالتي ماضي، فعل الشرط ماضي، هنا راح يكون شوية عندي اختلاف بالإعراب من الناحية الإعرابية. يكون فعل الشرط فعل الماضي. خلونا شوية، أنا كتبت لكم الانتباه، خلونا نقرأ الانتباه ومن ثم نطبقه على المثال حتى نعرف إحنا شلون نقرأ. إذا كان الفعل الشرط ماضي، إذا كان فعل الشرط ماضيا فيكون مبنيا في محل جزم، وهو فعل الشرط. هو فعل الشرط حيث يكون مبني على الضم او السكون او الواو، حسب يعني حسب الموقع الاعرابي من الجمله، يكون في محل جزم. مثلا هنا انا عندي ان حرف شرط جازم، اوكي. جاء هو فعل ماضي مبني على الفتح، ما اسكت ليش؟ اقول في محل جزم وهو فعل الشرط. ليش قلت في محل جزم؟ لان عندي ماضي، انا من بدايه المحاضره قلت انه فعل مضارع، تكلمت عن الحاله الاعرابيه للفعل المضارع، لكن الى صوره ثانيه هو الماضي، فعادي ما عندي مشكله اعرض اعراب كامل وبعدين اقول في محل جزم في حاله انه الفعل ما تشبيه ماضي وهو فعل الشرط. اكرمته اللي هو عندي جواب الشرط اللي راح نشرحها بعد قليل ان شاء الله تعالى. الركن الثالث من جمله اسلوب الشرط اللي هو انا عندي جواب الشرط. جواب الشرط. جواب الشرط هو الفعل الثاني
الذي يأتي بعد فعل الشرط؟ جواب الشرط. له صورتان. طبعا مثل فعل الشرط اللي تكلمنا عنه قبل شوية. جواب الشرط المضارع عندي وجواب الشرط الماضي. طبعا نفس الكلام في حالة فعل الشرط. جواب الشرط المضارع فيكون فعل مضارع مجزوم. شلون أخذنا فعل الشرط الأول؟ ناخذ فعل الشرط الثاني. على سبيل المثال إذ ما تزرع خيرا تحصد خيرا. إذ ما هو حرف شرط جازم، تزرع هو فعل الشرط وتحصد هو جواب الشرط. إذ ما حرف شرط جازم، تزرع اللي هو فعل الشرط وتحصد عندي جواب الشرط. من الناحية الإعرابية راح نقول عليه فعل مضارع مجزوم وعلامة جزم السكون، مضارع ما عندي أي مشكلة فيه. الصورة الثانية اللي راح ناخذها إذا كان فعل الشرط، عفوا جواب الشرط فعل ماضي. شلون قبل شوية ذكرنا بالفعل الشرط؟ راح نذكر الثاني أيضا. فعل ماضي وكذلك يجب أن نقول مبني في محل جزم. شو وقت هذه أقول هالملاحظة؟ إذا كان عندي فعل شرط أو جواب شرط، الفعل مادي شو راح يكون؟ ماضي. وعلى سبيل المثال من توكل على الله هي عاش مطمئن البال. وين تجد جواب الشرط؟ أحسنت، عاش اللي هو جواب الشرط. من الناحية الإعرابية شلون راح أعبر؟ عاش انتبه علي فعل ماضي مبني على الفتح في محل جزم وهو جواب الشرط. محل جزم وهو جواب الشرط. ماما هذه مبني في محل جزم اذكرها بفعل الشرط اذا كان الفعل مادتي ماضي مو مضارع، ماضي فقط. واذا كان جواب الشرط ايضا ماضي فقط، نذكر او نستذكر مبني في محل جزم وهو جواب الشرط. بعد ما شرحنا موضوع اسلوب الشرط او ادوات الشرط الجازم هنالك بعض الملاحظات المهمه التي التي يجب فهمها بجملة جواب الشرط. جملة جواب الشرط مو جملة جواب الشرط، إنما الركن الثالث من جملة اسلوب الشرط اللي إذا كان عندي اقتران جواب الشرط بالفاء، اقتران جواب الشرط بالفاء. متى يقترن جواب الشرط بالفاء؟ إذا كان جواب الشرط على الصور الآتية. الأولى إذا كان جواب الشرط جملة اسمية. إحنا نورنا قبل قليل على الفعل المضارع والفعل الماضي لفعل الشرط وجواب الشرط. إذا كان جواب الشرط جملة اسمية، ماما لازم إذا تكون عندي جملة اسمية فلابد أن تكون مقترن بالفاء. هذه الفاء إيش أسميها؟ فاء رابطة. هذه الفاء أسميها فاء رابطة، أي واقعة في جواب الشرط. قال تعالى: وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. خلونا نطبق هذه الفائدة الأولى. إن حرف شرط جازم لا محل له من الإعراب، يمسس فعل مضارع مجزوم بما مجزوم أحسنتم بالسكون وهو فعل الشرط. تمام هنا أوكي. حرف شرط فعل شرط لابد أن هنالك جواب الشرط لاكتمال معنى الجملة. زين، فهو على كل شيء قدير. الفاء هذه ايش اسميها؟ فاء رابطة. الفاء واقعة في جواب الشرط فقط 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 بالركن الثالث. تلاحظين الفاء فقط مو بالفعل فعل الشرط، فقط في الركن الثالث. هو ضمير منفصل مبني في محل رفع مبتدأ. للمبتدأ لابد أن هنالك خبر. وين الخبر؟ أحسنتم، قدير. خبر مرفوع بالضمة
الظاهرة على آخره. تكونت عندي مبتدأ وخبر. تكونت عندي مبتدأ وخبر، وهو والجملة الاسمية عفوا، والجملة الاسمية جواب الشرط. إذا الملاحظة الأولى، يقترن جواب الشرط بالفاء. جواب الشرط لازم نركز، احنا نركز على هذه الكلمات. جواب الشرط بمن يقترن بالفاء؟ إذا كان متى يقترن جواب الشرط؟ قال مو عندي فعل مضارع يقترن بالفاء أو ماضي، لا. إذا كان عندي جملة اسمية مثل ما طبقنا الآية القرآنية الكريمة اللي أمامي. النقطة الثانية، إذا كان فعل جواب الشرط هم جواب الشرط. إذا كان فعل جواب الشرط فعل أمر. إذا كان عندي فعل أمر، قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. أين تجدين أداة الشرط؟ إن. هنا عندي إن أداة شرط جازمة لا محل لها من الأداة. كنتم اللي هو فعل الشرط، فأحسنتم فاتبعوني. فاتبعوني هو جواب الشرط. إذا أريد أسأل سؤال، لماذا أقترن جواب الشرط بالفاء؟ لأن جاءني فعل أمر، جاء في الجملة فعل أمر. لماذا أقترن جواب الشرط بالفاء؟ لأن جاء في جملة اسمية. هنالك في الآية القرآنية جملة اسمية. ثالثاً، إذا كان فعل الشرط فعل ماضي أو مضارع، لكن هنا راح نلاحظ مسبوق، يعني قبل الفعل الماضي أو المضارع راح يكون مسبوق بإحدى الحروف ما، لن، قد، سين، وسوف. قال تعالى: فإن توليتم فما سألتكم من أجر. فإن توليتم فما سألتكم من أجر. إن حرف شرط جازم، توليتم فعل زائد فاعل، الفاء واقعة في جواب الشرط، الما عندي أداة نفي، سألتكم عندي جواب الشرط في محل جزم جواب الشرط. إذا الفاء راح تجيني بثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كانت الجملة الاسمية ونوهنا عليها قبل قليل، والحالة الثانية إذا كان فعل أمر، والحالة الثالثة إذا كان، والأخيرة إذا كان فعل شرط فعل ماضي أو مضارع، راح ترتبط معي الفاء الواقعة في جواب الشرط. إلى هنا تنتهي محاضرة الموضوع الأول للجزء الثاني أسلوب الشرط. أكون قد أنهيت هذه المحاضرة وآمل أن استفدتم منها، فشكرا جزيلا.